بعد ما شفنا هالأغنية جميلة اللي طلعت محمد عساف عن المألوف وكسبته جمهور عالمي أكبر من اللي كان عنده، نطلع نشوفوا تقرير على حياة النجم محمد عساف الخاصة من بعد متابعين معكم. والله يمسيكم بالخير يا ضيوف ويا محلية. والله يمسيكم. محمد عساف النجم الفلسطيني وموهوب العرب، من مواليد برج العذراء، ولد في ليبيا وعاش في غزة واشتهر في القاهرة، غنى لوطنه وشعبه، تحدث في الأمم المتحدة وغنى أمام مندوبي العالم. أكمل تعليم الابتدائي في مخيم خان يونس بمدارس وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ودرس الإعدادية في مدارس أحمد عبد العزيز، والثانوية في مدرسة الشهيد عبد القادر الحسيني الحكومية في خان يونس. حصل على دبلوم صحافة إلكترونية من جامعة الأقصى وشهادة البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام من جامعة فلسطين. ظهرت موهبته الفنية من لما كان صغير، وحرص والداه على رعايتها وتنميتها، كما عمل الملحنان الفلسطينيان جمال النجار وياسر عمر على صقل موهبة محمد عساف، فألفوا له العديد من الأغاني. في بدايات مشواره غنى أوبريت طلائع فلسطين من أجل حق الأطفال والتعليم، وأغنية شدي حيلك يا بلد لما كان عمره 11 سنة، وأغاني ثانية زي يا وليدي ويا عبرون. أما الأغنية الأكثر شهرة فكانت علي الكوفية اللي غناها لما كان عمره 16 سنة، وتحولت إلى رمز للتراث الفلسطيني. وفور فوزه في برنامج عرب آيدل تعاقدت معاه شركة بلاتينيوم ريكوردز لإنتاج أعمال الفنية، وسافر أنحاء العالم لإحياء حفلات فنية غنى فيها أغاني وطنية، من أبرزها أغنيته في افتتاح كونغرس الفيفا في ساو باولو بالبرازيل في 10 يونيو 2014، اللي كانت أول مشاركة لفنان عربي في زي هذه المناسبة. فوزه بلقب محبوب العرب، حصد عدة جوائز وأوسمة، ومن بينها جائزة الشخصية الملهمة لعام 2013 من راديو سوا قناة الحرة، وجائزة أفضل نجم صاعد في العالم العربي اللي تمنحها لجنة الموريكس دور، واختير من قبل مجلة بيزنس أريبيا ضمن أهم 100 شخصية عربية مؤثرة للعام 2014. انفصل عن خطيبته المذيعة لينا القشاوي. بعيدا عن الفن، محمد عساف يحب الحيوانات الأليفة ومولع بتربية الكلاب، وعنده كلبين من النوع الألماني.